مساء الفل عليكم، تحياتي لكم من قناتي، قناة نرمين الماجد. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة، وتكون دايما وصفاتي اللي بقدمها لكم بتنال على إعجابكم ورضاكم، وأهم حاجة تكون سهلة عليكم في التنفيذ. النهاردة بمشيئة ربنا هعمل لكم آيس كريم بمناسبة الحر ده، بس الآيس كريم النهاردة هيكون آيس كريم صيامي، وكمان مش هنستخدم فيه أي نوع من أنواع بودرة الآيس كريم خالص، هنعمله جوه البيت بطريقة اقتصادية وسهلة جدا. وحتى لو مش موجودة أي فاكهة من اللي قدامك، هنعمل الآيس كريم بطريقة حلوة جدا، ومن هنا ورايح مش هترمي بواقي الرز اللي عندك. أي رز هيزيد عندك هتستخدميه وتعملي منه آيس كريم الرز. وآيس كريم النهاردة اقتصادي فوق ما انتي متخيلة. جربي الطعم، جربي الشكل، جربي الألوان والتماسك بتاع الآيس كريم، مفيش بعد كده تاني. من هنا ورايح مش هتشتروا الآيس كريم أبدا، وخصوصا إنه صيامي ونباتي 100%، والطريقة مفيش أسهل من كده ولا أحلى من كده. بس لو لسه ما اشتركتوش في القناة، أتمنى تدوسوا على كلمة اشتراك تحت الفيديو باللون الأحمر، فعلوا الجرس على كلمة الكل، ما تنسونيش بقى في لايك وشير للفيديو وكومنت جميل يشجعني. وشكرا للناس اللي بتنتسب عندي في القناة وبيدعموني. واول مكون عندي هو الفول السوداني. الفول السوداني ده انا هعمل منه الحليب اللي هعمل منه الايس كريم. لو مش متوفر الفول السوداني تقدروا تعملوا بنفس الطريقة جوز الهند، وتقدروا تعملوا كمان بالسمسم، يعني في اختيارات كتير. انا بجيب الفول السوداني زي ما انتم شايفين، يفضل ما يكونش متحمص قوي علشان يطلع اللبن بتاعه كويس، ونضربه كويس جدا في الكبة، نفرمه حلو قوي، وبعد كده نسيبه لمدة ساعتين جوه مية البودرة دي نفسها، ساعتين جوه ميه سخنه جدا، وبعد كده بنضيف عليه فانيليا، وبعد كده بنضربه زي ما انتم شايفين في الخلاط بعد ما يبقى بودره بالشكل ده، نضربه كويس جدا جدا جدا. وبعد كده بقى نبتدي ان احنا نعمل منه الحليب الفول السوداني ده، بيبقى جميل جدا في الحلويات لا منافس. عندنا بقى كوباية رز مسلوقة تكون من امبارح مثلا بايتة او كده، اوكي ما عندناش، يبقى هنجيب نص كوباية رز هنسلقها في نص كوباية حليب جوز هند او اي حليب عندنا، او مية مفيش مشكلة، يعني حتى ممكن من حليب الفول السوداني، والمهم نوصلها للقوام اللي انتوا شايفينه. لو عندكم رز بايت مسلوق تقدروا، بس ما يكونش فيه ملح، يعني اهم حاجة الرز ما يكونش فيه ملح. ونبدأ ان احنا نضربه في بالشكل اللي انتوا شايفينه مع كوباية الحليب الفول السوداني مع كوباية الرز المسلوق، كلهم نضربهم كويس جدا مع بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه لحد ما يوصلوا للقوام اللي هو بيبقى متماسك شوية. يبقى احنا عملنا اول مكونين، مكون الاولاني اللي هو حليب الفول السوداني، وعملنا الرز المسلوق اللي احنا ضربناه كويس جدا. هنبتدي دلوقتي نكون المكونات بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده، هنبتدي ان احنا نقلبهم كويس جدا بحيث يبتدي يفكوا مع بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه كده، ويوصلوا ونرفعهم على البوتاجاز في حدود دقيقتين بس يوصلوا للقوام اللي هو الهلامي اللي احنا بنقول عليه، ونبتدي نكون الايس كريم بتاعنا. اول حاجة دي عندي كوباية من الكريم شانتيه الصيامي، ده موجود عند العطارين كلها ومفيش منه اي مشاكل، وهنحط عليه لو هو محلى مش هنحط سكر بودرة، لو هو مش محلى هضيف نص كوباية من السكر البودرة. عندي كوباية مية تكون متلجة، ويا سلام لو فيها قطع تلج بتبقى حلوة جدا، بتدي نتيجة ممتازة بالشكل اللي انتوا شايفينه. هنقلبهم تقليبة خفيفة قوي، وبعد كده هننزل عليهم بالمضرب، نفضل نضرب فيهم طبعا لحد ما الكريمة تبتدي ان هي تتقل معانا، وتكون اللي هي الخيوط بتاعة الكريم شانتيه اللي احنا عارفينها لما نيجي نعمل او نزين طرد. زي ما انتوا شايفين كده هنفضل نضربهم في المضرب، ممكن لو عندنا مضرب كهربا ماشي، لو عندنا خلاط برضو مفيش مشكلة، الاتنين هيمشي حالهم يعني ما تعقدوش نفسكم. وبعد كده طبعا وصلنا للقوام اللي انتوا شايفينه كده، هنبتدي بقى نضيف اللي هو حليب الفول السوداني مع الرز المسلوق المهروس كويس جدا جدا في الخلاط. بالنسبة لطعم الرز ما تقلقوش خالص، مش هيبان نهائيا، لان احنا هنغطي عليه بالفواكه بقى او بأطعمة الفواكه اللي هنحطها. بس كل الفكرة ان الرز بيعمل نوع من انواع التماسك للايس كريم، وكمان بيخلي الايس كريم بتاعنا كريمي، كأننا بالظبط حاطين فيه بودرة ايس كريم مع ان احنا مش حاطين ولا حاجة. بنوصل للقوام ده بقى، بنقسم الخليط بتاعنا لاربع او لخمس بولات على حسب ما احنا الاطعمه اللي احنا حابينها. مثلا انا عايزه اعمله بطعم المانجا، بجيب عصير مانجا عادي، عصير اللي هو بودره المانجا، وبدوبه في شويه ميه صغيرين، وببدا ان انا اضربه، يبقى عندي ايس كريم بطعم المانجا، مش لازم يبقى عندي مانجا يعني.
لو عندي مانجا طبعا هيبقى جميل جدا، هيبقى كمان قيمة غذائية عالية. بس لو المانجا مثلا مش متوفرة، نقدر ان احنا نعمل بدائل كده، ممكن ناخد حاجة كمان من عند العطار، ممكن نشتري اصانس الفاكهة، بيبقى في ازايز كده اسمها اصانس، مثلا التفاح، المانجا، الجوافة، نقدر نشتري اي اصانس احنا حابينه. عندنا مثلا هنا الفراولة، ده عصير فراولة عادي ممكن، او بودرة العصير العناب، او بودرة عصير الفراولة، او اي حاجة لونها احمر كده من العصائر اللي احنا بنشوفها، شوية صغيرين ندوبهم، بيدينا نفس الطعم والريحة بتاعة الفراولة زي ما انتوا شايفين كده. يبقى عندنا مانجا وعندنا فراولة. تقدروا بقى تشكلوا حاجات تانية، يعني مش لازم بس مانجا وفراولة، ممكن تحطوا فانيليا، يبقى عندنا ايس كريم الفانيليا. طبعا الفانيليا صيامي مفيش مشكلة فيها، نضيف بس ورقة من الفانيليا على الايس كريم، يبقى عندنا ايس كريم الفانيليا. نضيف مثلا معلقتين من الشوكولاتة الخام، او عندي مثلا اي شوكولاتة صيامي انا بحبها، اضيف معلقتين من الكاكاو الخام، ويبقى عندي ايس كريم شوكولاتة. وممكن ازود بقى لو عندي شوكولاتة مطبخ حلوة، ممكن احطها تكون صيامي بقى، تدي الطعم واللون الحلو، يعني تبقى الحاجة قوية والتست بتاعها عالي كده. انا عندي بقى الايس كريم الفانيليا، وعندي الشوكولاتة، وعندي المانجا، وعندي ايس كريم الفراولة. تقدروا بقى تضيفوا من فاكهة الصيف تقدروا تضيفوا الخوخ، بيبقى جميل جدا. تقدروا تضيفوا المشمش برضو، بيبقى روعة. تقدروا تضيفوا اي فاكهة، ممكن تعملوا بالبطيخ على فكرة، بيبقى جميل جدا. تجيبوا بطيخة كده وتجمدوها كويس جدا، وبعد كده تنزلوها على الايس كريم، ده يبقى خطير خطير. وقريب جدا هعمل لكم ايس كريم البطيخ. بقى عندنا كده 4 انواع من الايس كريم، هنبتدي دلوقتي نشكلهم. طبعا قبل ما نشكلهم بدخلهم الفريزر، بعد ما بدخلهم الفريزر ونطلعهم بنديهم ضربة قبل ما نعبيهم في البسكوتات، ودي حاجة أساسية عشان الآيس كريم بتاعي ما يجرش ويبقى من جواه فيه تلج. بجيب بقى الحاجات اللي أنا هزوق بيها، إذا كانت فول سوداني، فارماسيلا، شوكولاتة، جوز هند، أي مكسرات عندي تكون موجودة نعملها بالشكل اللي انتوا شايفينه. ممكن كمان نضيف عليها حلويات كده بتبقى ملونة بخلاف الفارماسيلا. تقدروا تضيفوا حاجات كتير جدا، كمان ممكن تضيفوا شوكولاتة مبشورة، يعني التزويق ده بيبقى على حسب ذوقكم. بتجيبوا بسكوتة الايس كريم، لو كنتوا كمان عايزين تعملوها في البيت هسيبها لكم في صندوق الوصف اللينك بتاعها، وتبدأوا ان انتوا تعبوا الايس كريم بالشكل اللي انتوا شايفينه على حسب ذوقكم وعلى حسب مزاجكم، يعني اللي بيحب سادة، اللي بيحبه ملون، بيحب نوع واحد، براحتكم خالص، وتزوقوها بالشكل اللي انتوا شايفينه. وكده بقى خلصت الوصفة بتاعتنا بتاعت النهاردة، اتمنى تكون عجبتكم، واتمنى تعملوها وتنفذوها وتقولوا لي ايه رأيكم في الكومنتات في وصفة آيس كريم الرز. أتمنى كمان من كل قلبي إن لو عجبتكم الوصفة تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على كلمة الكل، ما تنسونيش بقى في لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم، وما تنسوش بقى تدعموني بانتسابكم في القناة وتكتبوا لي كومنتات حلوة تشجعني إن أنا أكمل إن شاء الله في الوصفات الصيامي. وقولوا لي بقى بتحبوا المعجنات ولا الحلويات ولا الأكلات، اكتبوا لي في الكومنتات أزود إيه بقى في الأكلات اللي تحبوا تشوفوها. وكده بقى الوصفة خلصت، تحياتي ليكم، وأشوفكم دايما يا رب على خير وقريب.